أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر ستكون أقل من تلك المستوردة، مبرزا أن دفتر الشروط الجديد الذي سيصدر قريبا سيجبر المصنعين على تخفيض الأسعار. يوسفي وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم على هامش الأيام التقنية الأولى حول المناولة الصناعية في الميكانيك بفندق الأورسي، أوضح بأن دفتر الشروط المنتظر يلزم مركبي السيارات بالتعامل مع المناولين المحليين وبالتالي تخفيض تكلفة إنتاج السيارات. التغطية لسمية خان. رفعوا نسبة الإدماج الوطني في المركبات المصنعة محليا هو الضابط الوحيد لأسعار السيارات التي نهزت مستويات قياسية تعدت بكثير تلك المستوردة. وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي يعد بوضع حد للظاهرة من خلال إلزام مصنعي السيارات برفع نسبة الإدماج التي تؤدي آليا لخفض الأسعار. قلت لكم قداه المرة الهدف نتاعنا موش تركيب السيارات ولكن تصنيع السيارات وتصنيع لجميع المكونات اللي تدخل في السيارات. الشروط لازم يحترم هذيك الشروط. هو اللي راه يخدم 10 ولا 20 لازم غدوة لازم يدير 20,000 30,000 50,000 لازم هي يروحوا. الحكومة ليس بمقدورها التحكم في أسعار السوق، لكنها تملك سلطان الرقابة على المصنعين والوصول إلى سعر عادل للسيارة الحاملة لوسم صنع بالجزائر هو مسألة وقت لا غير. ما يخص الأسعار رانا نراقبوا ساعة الحكومة ماشي هي اللي تبدل الأسعار، ماشي هي اللي راح سي با لو غوفيرمون كي فيكس لي بري دي فيكول، ولكن نحلوا عينينا وطلبنا منهم كذلك كامل يعطونا الأسعار وهذه الأسعار راح تنشر. قال هاهم الأسعار ورا نراقبوا فيهم، معلوم أعطينا لهم دعم، الحكومة تعطي لهم دعم، ولكن في دفتر الشروط كاين باللي الأسعار اللي كان في الجزائر ما تكونش أغلى من السعر نتاع السيارات اللي كانت مستوردة. ولكن رانا نراقب فيما يخص الأسعار. أما بالنسبة للمصنعين فالأمر لا يقتصر على نسبة الإدماج فحسب، فتحديد سعر المركبات المصنعة بالجزائر يخضع لعوامل أخرى منها قيمة الدينار ونوعية السيارة المصنعة التي تحوي على ميزات لا تحملها المستوردة. كي دخلنا الجولف في 2017 ما تنساش الجولف بعناها أقل من 300 مليون، أقل من 395 بالضبط، ولا أوكتافيان نفس الشيء، ولا إيبيزا بعناها تقريبا بأقل من مليونين دينار. شوف السنة هذا وش وقع؟ وقع أنه العملة طلعت والدينار انخفض، فبالتالي الأسعار طلعت من هذا الجانب. مش خليني نقول لك بالنسبة لإيبيزا موديل جديد أكبر عنده 15% زيادة من لي زيكيبمون وبعناه اقل من الايبيزا القديمه. يعني حنايا في الاخير الهدف الرئيسي لا استراتيجيه، حنايا لازم نخفضوا الاسعار. لو كان حابين نديروا 100,000 سياره كيفاش نبيع 100,000 سياره والاسعار غاليه؟ Alors les prix c'est toujours complexe mais on devrait lancer notre usine d'ici 12 mois à 13 mois. Et le marché sera suffisamment dense dans la production. Donc si on n'est pas compétitif, nos investissements seront vains. Donc croyez-moi, on fera en sorte d'être compétitif et beaucoup moins. moins cher que les prix actuels. فرض الرقابة على المصنعين المحليين للمركبات وإلزامهم برفع نسبة الإدماج الوطني معركة تقودها الحكومة لإنعاش قطاع المناولة، والأهم وقف الارتفاع الجنوني للأسعار المطبقة حاليا لدرجة أضحى الحصول على سيارة مصنعة محليا متعذر وصعب المنال.